السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد على الجيمر، ورجعنا لكم بمقطع جديد. وبهذا المقطع شباب راح يكون عن تنزيل كاين ماستر مهكر يا شباب، لأصحاب قنوات اليوتيوب يا شباب. طبعا هو كاين ماستر فيه 30 خط عربي، مثل ما شايفينه هنا 30 خط عربي، 300 ملحقات من الصور وطبقة فيديو، وتقدر انك تصدر فيديو بدقة فول اتش دي، ومتجر ايضا سريع يا شباب. فاول شيء يا شباب لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد، وشكرا شكرا على 282 مشترك. اول يا شباب، اول ما تدخل عليه يا شباب لا تلاقوا هاي الصفحة، فتضغطوا هون فنحط هاي الوضعية تبع الفيديو. فيا شباب خلينا نستنى حتى. طيب يا شباب حمل معانا بسرعة يا شباب. طبعا راح تطلع هذه هي الواجهة يا شباب. هون عندنا الوسائط، طبعا تحط فيديو عليه. مثلا لو نجيب فيديو يا شباب، انا ما جبت يا شباب فيديو، جبت صورة مصغرة بس خليني اظبطها شوي. تمام. عندنا يا شباب طبقة، عندنا الوسائط تقدر تضيف اكثر من طبقة يا شباب. وعندنا يا شباب هون نص، مثلا لو نكتب مثلا مشان نورجيكم يا شباب الخطوط، مثلا اشترك كبر يا شباب، نقدر نحط يا شباب ألوان، وهذه هي الخطوط يا شباب. في أكثر يا شباب من 30 خط مثل ما شايفين، هذه يا شباب مثلا اختار أنا هذا الخط، فخلونا نحطه. شوف يا شباب شلون طلعت القيمة جميلة جدا. وعندنا يا شباب أيضا ملحقات أخرى، تروح الوسائط يا شباب، تروح بعدين على الخلفية، هذه هي نفوت عليها يا شباب، لا ننتظر حتى يحمل. طيب يا شباب هذه هي الملحقات يا شباب، مثل علامة اللايك هون، هون علامة الانستغرام. شباب الملحقات تبع كان ماستر. ويا شباب اذا نجي مثلا نصدر الفيديو، نضغط على هذه، لما نضغط يا شباب شوف شلون راح يطلعوا لنا بدقة حتى 4K يا شباب، تقدر تصدر فيديو بدقة 4K، يعني شيء اسطوري. بالكان ماستر العادي ما بتقدر تصدر غير بجودة 540 يا شباب، وتقدر تصدر بالمعدل البتات يا شباب، شوفوا شلون تقدروا، والله يعني شيء خرافي يا شباب. وبتضغطوا هون على كلمة تصدير. وهون يا شباب نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا تعملوا لايك للمقطع، وصلوا المقطع لـ10 لايك، واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، والسلام عليكم.